السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضلي. نعم. يا شيخ بغيت أسأل عن فتوى عن الربط عن إيش؟ بالنسبة للمرأة. فتوى عن إيش؟ الربط. الربط يعني أنا الحين مسوي عمليات قيصرية. فالعملية الخامسة فقالوا لي لازم ربط. ربط عن الحمل. ربط الرحم يعني. نعم. ربط الرحم، فبغيت أسأل عن هالشيء. طيب. نعم. سؤال آخر. شكرا أخي. جميل. الأخت أم محمد تقول بأن تسأل عن الربط للرحم، هل يجوز؟ فهمت أن الأخت تقول أنها تربط لأجل أنها لا تستطيع الحمل، والأطباء أشاروا عليها بذلك فيما ظهر لي من سؤالها، ولهذا فإنه لا بأس بالربط في مثل هذا الحال لأنه من باب دفع الضرر. وأما الربط الذي يقصد به منع الحمل دون داعي أو لأجل فقط توقي ما يترتب على الحمل من المتاعب فهذا هو الذي يمنعه أهل العلم، أما ما كان له سبب وموجب كأن تكون المرأة لا تلد إلا ولادة قيصرية وقد ولدت بطونا عدة ويترتب على حملها مضار صحية فعند ذلك لا بأس بالربط.